فيروز جيبي لي ملفات على الكاستينج اللي داروا اخر مره. عندي نص ساعة من وقت كي جبلي الملفات. صح. هذه مدة ما تلاقيناش. الله يهديك. هذه شوش مدير فيها في لاشونسون اللي راح تعاودي لها الكوفر. بلا يا صاحبي بيت سما ناخذ رايك في واحد الجديد كمان. شو ما توزعي لي تاع الالهام شو ما صافا دير راه تعاود الكوفر بستيل تاعك تو وي ما عليش ما كاع تاعهم شغل شو ما درت لها اللحن ولا والو لا زال اللي يقول لك سما راه نشارك نتايا مش هما شكون اعطيني الفار والبركه اللي ندير لها اللحن معليش صاحبي جوزيف انا 04 شوف لي سابوتيك اكثر من اللي نعت لك ويطلعك اه وي سي على بالك شوف ما تخمى والو عندي صحابي في قسنطينه نروحو نسجلو عندهم ونديرو الكوفر عندهم ويعاونونا شوف وزيد باطل ان شاء الله صاحبي ان شاء الله صاحبي لا شونسون هذه مش تاع خليتي في قلبي جرح وي وي هي بزاف خلاص كش ما درت لها لحن ولا الله يسنى فيك ترى ارتيست ماشي مش كنت صاحبي راني هنا خويا على العين وعلى الراس ربي يعافيك صاحبي بون شوف هي لا كام تحاول اوريجينال تخدم في الريماج انا عندي اون ايدي بالك تخدمها في الدوماجور تساعدك بيها لافوا نتاعك شوف الاريتميك تاعك فراح تجي بوني بارول حافظهم ما كاينش راح خليتي فيا كيا ما تبغاش السلام عليكم السلام عليكم السلام صاحبي صاحب دور شراكم صافا صافا لي صافا لا خويا الغادي صافا صاحبي صافا يا صاحبي والله صافا الحمد لله ربي واش مداير فيها والله احنا عقلنا يا اخي كنت في التياتر اه وي البروغرام هناك والله ما درتو الكاستينغ ولا والله قالوا لي بالثلاثة والله ما على بالي على ربي انا نقول ان شاء الله صحابك يديروا كاستينغ معكم ان شاء الله ان شاء الله نقول صحابك قصرة زينة اخويا والله لا رانا نوجدوا له فلاش شونسون تاعو ان شاء الله قلت لي كاين نعاونوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بون سي سي ان شاء الله غادي يفرحوا به الناس كلها صاحبي حابين نعاونوه نعطيه بون كورونا صاحبي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
سمعونا تراه مليحة صاحبي مليحة هذا الشونسون هذه بعد دارت سيكسي كبير بيان سير الكوفر تاعو وهذه خدمة تاعو راح يغنيها بالستيل تاعو ان شاء الله على ربي ان شاء الله الكوفر تاعو صاحبي يستاهل لي زوب يعافيك صاحبي نعاون اخونا نعاونو الناس كل خويا مادام صابوطاو صاحبنا نوقفو معاه ان شاء الله يعافيك صاحبي بلادك شوف هو انا ثاني قلت ليه قال لك بالثلاث شفت يا نعرف انا بالثلاث نرجعوا نروحوا لهم شيوخي بربي ان شاء الله ان شاء الله نروحوا شنو انا ما تفشلش يا دي الله ما نعرف كورا صاحبي ان شاء الله ان شاء الله قدام كيف ارنو هذيك والله نجيت نشوفكم توحشتكم ربي يا صاحبي غالي لي زارتي سنو انا ربي يا صاحبي مش كيش تورناش كيش ما تورنيو والله ما زال وقلت لك ما زال ما عيطوا ليش قالوا لي بالثلاث ما عيطوا لك عارف اخويا ما ليش ما تفشش يا ربي يجيب الخير اخويا لازم ربي ان شاء الله خدموا لك قدام صاحبي وي بربي شوف ما دامنا هكا خرجنا على لاكام تاعها الخدمه تاعها ان شاء الله السمانه الجايه كما قلت لك نطلعوا الاستوديو لي قسنطينه ان شاء الله دونك غدوه ولا من بعد انا قلت لصاحبي استوديو نطلعوا ديريكت متهني عليا ان شاء الله ربي استوديو مليح متهني فور يا راجل كاليتي صون مليحه كلش يا خويا على ربي ان شاء الله ربي يعاون خوتي شوف قول صاحبي نزيد لك حاجه ها راهو قدام الجماعه الكليب من عندي انا يا خويا ربي يعاون صاحبي الاسونسيال صاحبي بارك الله فيك صاحبي المشاهد التمثيليه تاع الكليب هي صاحبي ربي يعاون خلاص تعيش يا خويا ربي فيها ان شاء الله السمانه الجايه بون خوتي درك انا عندي شويه شغالات كو على بالك تما كتعرف مع الدار مع عندنا شويه نروح جوزيف ميرو ربي واحد ساعتين من الزمان راني نولي خمسة هاي داكور ربي الله يرحمها ربي 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 يرحمها شويه وفوتي وشو جابي لي برك الملفات تاع اللي داروا لي كاستينغ واللي ما داروش ثاني باسكو الخطره اللي فاتت ما شفتش اللي ما داروش لي كاستينغ حاب نشوفهم كامل مع بعض ما تطوليش ميرسي فيروز او من بعد راح يجي المخرج هذا في الزهر نكمل مع السيد اللي راه يستنى درك عندك ومن بعد فوتي السلام عليكم تفضل دقيقه نتولى انا ما عنديش تفضل ماشي
اسلام دي وي اسلام على بالك على وراك ياسر كاين كاستينغ اي بقى دور واحد وبربي ان شاء الله درنا دوزيام تور تاع لي كاستينغ وراح نلحقوا ناس باش نديروهم ان شاء الله. قول لي ساعه اسلام مثلت من قبل ولا ياسر؟ عندي خدمه في التياتر، عندي افلام، عندي سلسله كوميديه، خاطر لي حويده، عندي خدمه. واش راح نقول لك تيلي ان التليفون تاعك راهو عندنا، ان شاء الله كي نحددوا الموعد تاع الكاستينغ رانا راح نعيطوا لك. سي بون، انا قلت لك نيميرو التليفون تاعك راهو عندنا، نهار يجي الكاستينغ رانا نعيطوا لك. جي ان شاء الله. تفضل خويا استنى لداخلي كاينه لا شاز تاعك. عيش السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كريم يوسف نورمال. نعم. واش رايك؟ لاباس. لاباس. شكون اختار؟ بيان. لاباس. مهني. معليش يا نطفي. الحمد لله. لا ما نقعدوش بلا، انت اللي قاعد لها هي تلعب. معليش عيش عيش. تفضل. الحباب. ربي يعيش. سي مدير، سمعت بلي في الشركة نتاعك ما يديروا لي كاستينغ. وي. وانا تما حبيت ندخل معاكم هكا في الكاستينغ الجديد هذا اللي حابين نديرو. سبحان الله العظيم، يعني والله يا كي دخلت عندي بعد قلت الوجه هذا تاع تمثيل تاع سينما فوتوجينيك بلايك، والله احنا ماذا بينا يجونا الناس هذولي يمثلوا يعرفوا يمثلوا. قلت من قبل لك بصح بشرط السي المدير على بالك التمثيل هذا خاطيني خلاص جامي مثلت في حياتي. ما يهمش ما يهمش، المهم الكاريزما، المهم الحضور، المهم بس حنا التمثيل على واه يعتمد على الشكل على وانت الله يبارك ما عندي ما نقول. وانا بهذه جيتكم تما انا في الدنيا هذه تما ما خصني والو، الصوار دلي فواياج تما انا خليت حتى راسك معروف يا كريم والواد تاعك الله يبارك معروف في المدينه. تما اللي ما يعرفش بصح خصني فات حاجه الشهره، الاولاد صحابي قالوا لي اللي خاصك فات حاجه وهو الشهره. هذيك خدمتنا لهنا، هذه المؤسسة الثقافية رانا درناها أصلا باه نطلعوا نجوم شباب واعر باه نديروا به السينما، نديروا به الإنتاج الفني المليح الهادف. راك في المكان الصحيح، أنت راك جيت لهنا راك في المكان الصحيح بربي إن شاء الله. بس نقول لك حاجة، ما تزربوش عليا بزاف، خاطر الأيامات هذو بعد راني ماشي، راني عندي فواياج للطرك. لا لازم الايام هذه تفكر. احنا نورمالمون حددنا موعد الكاستينغ بصح مادام انت ماكش قاعد درك نقدموه شويه وما يكون غير خاطرك ان شاء الله، ما يكون غير خير. اسمح لي يعني درك احنا دور البطوله سي بون خيرناه التالي، والله غير دور البطوله تاع الفيلم هذا يليق لي، وش هو الدور هذا اللي بقى هو بعد راهو مهم وراح يدير لك الباز في السينما الجزائريه. هذه هي اللي حابها انايا. لا لا مشيتكم لهنايا خاطر بابا بعثني عندك كتاب الذات قال لك تدخل قال لي ما تخافش. لا بربي ان شاء الله ما يكون غير الخير. سي كريم روح نطمطم، ما يكون غير اللي في خاطرك ان شاء الله. انا بعد ما نطورش عليك بزاف تسمى الاولاد راهم يستناو فيا. ما كانش مشكل سي كريم، مرحبا بك، المؤسسه هذه راهي تاعك، نيميرو التليفون تاعي هزو من عند السكرتير وقت تحتاج راني لهنا عيط لك. تعيش شيخ عارف. بالمزيه
تعيش بالتوفيق ان شاء الله. تعيش يا شيخه. بالسلامه.